مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. قمة المعاناة ديال هذا السيد هذا اللي كان خدام وكانت كان بالصحيحة ديالو، غير مرضوا ليه واحد الاصابع في الرجلات ديالو وبقى كيتماطل عليهم، وعادوا ليه الاصابع الاخرين، وفي الاخير قطعوا ليه الرجل ديالو اللي ما كانش باغي تقطع ليه، اللي حرماته لانه ما يبقاش خدام وما يبقاش كيجيب الفلوس بكشاف. انت تفضل اخويا هضر، عاود لي. السلام عليكم. كان عندي واحد الصبع مريض، مديته عند الطبيب قال لي باقي عم الضفر، غيكون عم الضفر ديالك. خرج لي واحد الدواء وشريت هذاك الدواء، ما دار لي والو، ورجعت عند الدواء عاوتاني، خرج لي عاوتاني واحد الدواء. واحد اللحظه قالت لي واحد الطبيبه، قالت لي راه مريض عندك العروقه وقالت فيهم شي حاجه. مشيت لميريزكو باغي نشوف الطبيب باش قال لي الطبيب خاصو مات هذا، خاصو تحيد. من مشيت باغي نحيدو قال لي الطبيب، قال لي خاصك تشوف الطبيبه ديال العروق باش تقول لي شنو هو كاين. مشيت عند الطبيبه ديال العروق قالت لي خاصك دير لي الايريم. مشيت باغي ندير الايريم قالوا لي 96 ريال غالي. ضريت باش ندير الراميد، دفعت الراميد ديالي، ما حد الراميد ديالي باقي ما طلعش عندهم، تعدوا لي الصبع الكبير واللحده، اللحده الصغير. واحد النهار قال لي الطبيب، قال لي خاصك ثلاثه وتحيدهم. من مشيت باغي نحيدهم قالوا لي خاصك تمشي للسبيطار ديال اللي محسوب عليه انت. المهم رجعت للسبيطار اللي محسوب عليه انا وما داروا معايا والو. ضريت مشيت عند واحد السيد كاين في الفردوس، قال لي راه كيحيدهم ب 500 درهم ولا 600 درهم. من مشيت عنده قلت لي راه شكين وشكين وشكين، قلب لي رجليا بجوجهم، قال لي راه خاصك تحيد النص ديالها. انا ما بغيتش، قلت لي حيد لي الصبعان. قال لي واخا، قال لي ما عنديش مشكل، واخا نحيدك الصبعان راه يبقى الصداع هو الصداع والالم هو الالم. قلت لي ماشي مشكل، حيد لي الصبعان وبقى الصداع هو الصداع والمرض هو المرض. مؤخرا المره الثالثه باش نرجع عنده في رمضان، مده تقريبا بقى داز رمضان بشي 10 ايام. كنحس برجليا كتاكلني، حتى كنلقى فيها الدود. ما رجعت عاد عيطت لي يا ربي، قلت لي شكين وشكين، قال لي راه خاصك تجي عندي ضروري. ما تكون ما فاطر ما والو، ما مشيت عنده وقال لي خاصك تحيدها من فوق الركبه. انا ما بغيتش. عاد لحظه شفتها عيت، اختي قالت لي خاصك تحيدها. صافي وانا مشيت حيدتها. ودابا كون خرج لك الراميد، كون خرج لك في الوقت ما تقدرش تقطع رجليك. الراميد؟ كون خرج لك الراميد في الوقت ما تقدرش تقطع رجليك. لا. بخرج لي الراميد، باقي الراميد ما طلعش، حيت طلبت لي الطبيب اللي طلب لي الايريم قال لي سير عند الطبيبه ديال العروق. من مشيت باغي نديرو انايا لقيته غالي ب 96 ريال، ضريت باش نمشي ندير الراميد باش نمشي. الساعه دفعت الراميد عطاوني الروسي، ما كنت ندير السبيطار كيقول لي باقي ما خرجش. دابا كون خرج لك الراميد في الوقت ما كنتيش تقطع رجلك كامل؟ لا. كانوا يداو لك صباعك ديك الساعه؟ اه. كون قطعتي، كون صوبتي الراميد في الوقت ما قطعوش لك صباعك ديك، ما قطعوش لك رجليك، كنتي داو. لا صيبت الراميد في الوقت. واخا صيب الراميد في الوقت، العروقه مبوشين. وكيفاش لقيتي الدود في رجليك؟ الدود كيفاش لقيتيه في رجليك؟ الدود لقيتو كياكل فيا في رجليا. اشرح لي اكثر كيفاش لقيتي الدود في رجليك؟ كنت ناعس مع ميقات شي 10 ديال الصباح في رمضان، كنحس بشي حاجه كتاكلني من هذاك، ماشي صداع، شي حاجه لداخل بحال شي واحد شاد شي مسمار وبركي. من كنجي نقلب في رجليا وكانت واحد حاشاك واحد تقيبه فيها بلاصه ما مخيطاش مزيان، كيطل من الداخل كيبان لي الدود كيخرج وكيدخل كيخرج وكيدخل. اضطريت كنخوي الماء البيطادين باش يسرد بالبيطادين باش يخرج، ما حد انا كيخوي البيطادين منه كيخرج ليا من جهه اخرى. بقيت كنحيد فيه 32 وحده اللي حيت. صافي هذيك الساعه وانا قلت لخويا، قال لي انت انا نهضر مع الطبيب، هضر معاه ما جاوبوش، عيط لي قال لي راه ما جاوبنيش. قلت له انت بلا ما ديرون جي راسك انا نعيط ليه. عيط لي قلت له شكين وشكين وشكين، قال لي ضروري غدا جي عندي ما فاطر ما والو. قال لي المرضى بدي يطلع لك، قال لي قريب يوصل لك السلسول ديال دارك، لبس وصل لك السلسول ديال دارك الله يرحمه. وهذا الشيء اللي وقع لك انت بسبب اش؟ واش بسبب الصباط لبستي ولا كاين اللي كيقول لي، كاين شي طبيب كيقول لي من الصباط، كاين اللي كيقول لي من الدخان من الكارو، كل واحد اش كيقول لي. ولكن انا متاكد من عند شيخ بن خليفه قال لي الصباط هو اللي دار لك هادشي ونمشي. يعني واش كنتي كتلبس صباط مزير عليك بزاف؟ اه ديكستير، مع ديكستير مع مقمقم من الرقيق هو اللي خرج عليا. حتى الشيخ بن خليفه شي اللي قال لي، اللي دوز من فتح لي من تسرح لي واحد العرق هنايا، قال لي الصباط اللي كنتي تلبسو ونمشي.
حيت انا كان ضرني هذا الصبع وكان ضرني هذا الصبع وبراو ليا، خديت الدواء وبراو ليا، وانا قلتها لك قلت لي راه ضروني جوج صبعان في اليديه، قال لي الصبعان في يدك ما كدير بهم والو واقفين، قال لي رجلك، قال لي لا رجلك كتمشي بها تقدر تضرب واحد الطريق ما تستحملهاش رجلك. وانت شحال كنتي كضرب، شحال كنتي كضرب تقريبا ديال الطريق انت في؟ كنت كنمشي كنتمشى بزاف. تقريبا شحال؟ بحال من هناش ولا اه بحال من هنا المعارف. يعني كنتي كتمشي على رجلك الخدمة؟ لا كنت كنمشي في ترونسبور. ولكن انا لا رشقات ليا واحد النهار وباغي نمشي كنمشي على رجليا. ودابا اخويا كيف كتعيش وانت مقطوع على رجلي؟ من ناحيتاش؟ العيشة؟ المعيشة وما بقاش الا خدام. اخويا راه احباب الله وصافي هادشي اللي كاين اخويا، ولاد الناس هما اللي كيساعدوني الصراحة. والخدمة، الخدمة اللي كنتي خدام واش ما 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 عوضوكش وما تعاونوش معاك؟ في الخدمة؟ ماشي برسم فيها اخويا. دابا الخدمة هادي ماشي كاين الترسيم، هادي خدمة باساجي. دابا كاين واحد السيدة عندها واحد البيرو. دابا أنا خدام في القنصلية، كتجي شي كليانة كتقول لي ولدي باغي يلقاد لك الدوسي. كنديها أنايا عند السيدة اللي خدامة في البيرو، كتقاد لها الدوسي، وكتدور معايا ديك السيدة اللي ديتها عندها، وكتدور معايا هي، اللهم لك الحمد. ودابا أخويا واش أنت مزوج عندك شي وليدات كيفاش كتعيش؟ لا ما مزوج ما والو. ما عندي لا ولاد ولا، كنت مزوج وطلقت، ولكن ما عندي لا ولاد لا والو. دابا عايش مع داركم ولا عايش الراس؟ عايش مع الوليد والوليده. دابا انا الوليد والوليده مريحين في الدار بوسكوره، وانا مريح انا وخويا هنايا. واخا وانت دابا في الدار كي كدير تنوض فحال هكا بالليل؟ واش خصك شي واحد يعاونك ولا خصك انت؟ من ناحيه الطواليط، من ناحيه الطواليط كنتسخسخ بزاف اخويا. دابا انا كنتسنى اخويا باغي مسكين يركب لي واحد كرسي ديال الرومي اللي عالي، مازال هذا كناخذ فيه راحتي، اما الاخر ما نقدرش نريح. دابا انايا قال لي تصبر عليا، قال لي واحد 3 ايام ولا 4 ايام، قال لي قدي الغراض باش ما عطى الله، قال لي وبما نجي نصايبو لك. يعني بغيتي توصلنا انك كتدخل الطواليت ماكش تقدرش تجلس؟ من ناحيتاش؟ يعني كتدخل الطواليت ماكش تقدرش تجلس العصريه؟ الطواليت ديال الارضيه ما نقدرش، ما نقدرش ندخل كاع. حاشاك كندير بالي يسطل عالي بحال ماكا وكنريع لي حاشاك. واخا شنو بغيت تقول اليوم للناس باش يتعاونوا معاك المحسنين؟ واش يتعاونوا معايا اخويا باش يرجل اخويا باش انت انا ما نبقاش عندي واحد النقص في حالتي. دابا انا وليت عم واحد دابا كيبقى يشوفك واحد الشوفات ماشي حتى لهي، كل اللي كيبقى يشوفك ويحضر عيني وتشوف تمشي وكنرجع عندك عاوتاني كيبقى يشوفك عاوتاني. ما انا ما كيبقى يشوفك زعما ما عرفتش كيقول علاش هذا مقطوع عليه رجلي ولا واش انا بوحدي اللي مقطوع عليه رجلي ما عرفتش. ولكن انت كنتي خدام بخير الحمد لله. ها؟ كنتي خدام بخير. شي قدر ديال الله ما عندي ما ندير. كنقول انا ديجا انا كنقولها، انا كنت اقسم لك بالله شي بلقى لي الطبيب خاصك تحيدها، وخا حسيت بشي حاجه ماشي حتى لهي، ولكن نفس الوقت ما عندي ما ندير، حيت قدر ديال الله، الله اللي حيدها لي ماشي العام. يعني انت دابا ما باغي والو، بغيتي غير رجل اصطناعي تركب؟ قلت لك انت ما بغيتي والو، باغي غير رجل اصطناعي. باغاش رجل اصطناعي، هادشي اللي باغي انايا. انت هي اللي هي اللي تعاونني، هي اللي تخليني نمشي نخدم، ولما بحال ما كان ما نقدر نخدم ما نقدر ندير حتى شي. الله يجيب لك الشفاء اخويا. مشاهدي قناه شوف تيفي، كيف ما كتشوفوا معنا الحاله ديال هذا السيد هذا اللي كان خدام وكان ميسور الحال، كان الحمد لله هاز راسه براسه، يعني بسبب واحد الصباط اللي عنده كيلبسو اللي كان مزير عليه مرضوا ليه الصباع ديال الرجيلات ديالو، وما كانش عنده الراميد وما كانش عنده الفلوس باش يدير ليه ريم باش يعرف شنو عنده. كثر المرض في الصباع ديال رجليه، قطعوا ليه رجليه، قطعوا ليه الصباع ديال رجليه، من بعد قطعوا ليه 3 ديال الصبعان، وبقى المرض داخل ليه وسط الرجل ديالو، حتى قالوا لي انك خصك تقطع الرجل من النص ديالو، وهو كيعاني معاناه كبيره الان، يعني ما كيقدرش يدخل للمرحاض العصري، ما كيقدرش يدير شحال من حاجه، انه بالليل الا بغى يقضي غير شي حاجه خاص اللي يكون معاه في الدار، وهو ساكن غير راسه ما ساكنش مع الوالدين ديالو. كنتمنى مشاهدي قناه شوف تيفي انكم تحنوا في هذا السيد هذا، وتبارطاجيو هذا المباشر هذا باش يوصل الصوت ديالو لبعض الناس وبعض المحسنين. هو تيقول على انه ما باغي لا فلوس ما باغي حتى شي حاجه، باغي فقط غير اللي يشري ليه رجل اصطناعيه واللي يتعاون معاه باش يشري هذا الرجل الاصطناعي اللي كنعرفوا حنا الثمن ديالها هو جا قاصح شويه، لكن بعض المحسنين ان شاء الله راه ما غاديش يجيهم قاصح. وكنتمنى انكم تواصلوا مع هذا الشاب هذا باش يشري هذا الرجل الاصطناعيه باش يحاول انه مره اخرى يتمشى بالرجيلات ديالو ويعاود يخدم ان شاء الله.
انت اخويا قول لهم النمره ديالك 06 03 88 47 38 06 03 88 47 38 06 03 88 47 38 اخر كلمه اخويا ها؟ اخر كلمه تبغي توجهها للناس، اخر كلمه تبغي تقولها للناس. الله ما سمعت اخويا. قلت لك اخر كلمه تبغي توجهها للناس. واخر كلمه نوجهها للمحسنين الله يجازيه بخير، ياخذوا لي شي رجل اصطناعيه باش نتحرك وهذه، وباقي صغير اخويا في عمري 40 سنه. هادشي علاش بغيت ناخذ شي رجل اصطناعيه، ما باغي لا فلوس لا والو. انا لا نمشي ندير الفلوس ماشي هي اللي وشريق. انا شفت في مره اخرى كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا المباشر هذا باش تحنوا في هذا السيد هذا. والى هنا ينتهي هذا البث المباشر.